مرحبا الشباب يعطيكم العافية أه معكم جاك سرياني من ميوزك جير أه كمان حد في استاذ جورج شيبان أه شباب لعامل هذا الفيديو عملته لايف ورح يضلوا على البيج كرمال اللي أه مش عم يعرف ينزل سوفت وير والباك اب لانه صار في باك اب جديد 1.2 اوكي رح فرجيكم من بعد ما ننزلهم على الويب سايت اما على التليجرام رح يكون نحن عنا في اليو اس بي انا حاطط الديليت بين الفايلات لازم يكون عندنا فايلين اساسيين اللي هن زد 112 يعني زد 112 وكمان واحد ثاني اوكي هول الفايلين بده يكونوا على اليو اس بي بليز فرمت اليو اس بي تكون جديده ما عليها شيء بس السوفت وير وبده يكون معهم كمان فايل اسمه بي اي 1000 ادون ام جي 13 اوكي pa 1000 add-on MG 1 فوق 3 هذا هو كبره 297 ميجا وراح يكون كمان هلا هذا راح نزله اللي هو الباك اب uh, pa 1000 اوفشال 1.2 دوت باك اب دوت بي كي بي هلا اللي راح نعمله انه بابا نحط هالاربعه ملفات اوكي واضحه عندكم على الشاشه راح آه, يصير اهلا حبيبي اهلا بوليد اللي حيصير انه رح نطفي الاورج انا حاطط اليو اس بي اليو اس بي رح طفي الاور و لا رح اياها من اول وجديد كانه انا مظبوط عم برمج الاورج بيك بوس رح اياها تشوفوها أه سامي الحين تليفوني عندي اوكي أه بدي اكبس انترو اوكي انترو 1 وهلا جوج بيساعدني بيكبس الباور منكبس الباور ومنضلنا حاطين ايدنا على الانترو 1 وننطر شوي صغيره ببينلا هون سيستم ابديت بيطلع عنا على الشاشه تاش سكرين كالبريشن بنعملها نعملها عمل اوكي لانه في حال غلطتوا بالمحل غلط الشاشه بتاخذ كالبريشن غلط اوكي هلا نكبس اوكي من يو اس بي يو اس بي الببلك هي انا حاططهم بفولدر اسمه بي اي 1 ال 1000 اس اوبن بين عندي ثلاث ملفات اكيد ما حيبين الباك اب انا حاطط الباك اب بس هون لانه نحن فتنا على السوفت وير تبع الكيبورد اول شغله بنعملها لكن مش الادون اول شيء بننزل الزد 11 نكبس سيلكت نعمل فورمات اند ريسيت ونقول له اوكي ايه ثانك يو مارك حبيبي كل لك ذوق اوكي عم يعمل سيستم ابديت ننطر شوي صغيره هلا اللي كان عم بيصير مع الشباب عم بينزلوا اول فايل اللي هو الزد من بعد ما ينزلوا الزد بينطروا تخلص هيدي وبيقول لهم الكيبورد بيقول لهم انه طفوا الاورج وضوي يعني تنطفيه بنرجع نضوي اللي يعني عم بيصير انه عم ترجعوا تكبسوا انترو 1 حتى تعملوا الادون هو هذا الشيء غلط وتلاقي لكم تطفوا الاورج بتطفوا الاورج وبتضووه عادي اوكي ابو جيش حبيبي جهاد صباحا حبيبي مارك هلا بالاخر بنقلك كيف ترجع تردوا فاكتوري اوكي ننطر شو صغيره انا اصلا عم بعملها يا شباب حتى اللي ما عم بيعرف عم بعملوها قدامه مع مهل واي حد عنده سؤال تا أه... نجاوب عنه يلا ايه طبعا حبيبي طبعا أه... لانه الباك اب شباب مش أه... نزل غلط أه... بس دغري عدلنا عليه لانه نسين أه... فايل من... يعني نسين ملفات بقلبه سو رجعنا زبطنا الموضوع وزدنا عليه آه كمان طلبوا شباب بدهم المصري اللي كان موجود على الفور اكس اللي فيه السولو على الفايف والسيكس وحتى عدلت عليهم يعني غيرت الاصوات حطيت اصوات جديدة طبعا المصري لانه هو مصري واكيد في التقاسيم كله صار موجود هذا على اليوزر 12 باليوزر يوزر 12 كان في العراقي كان غلط زبطني كمان كان اصلا الشعب ما كان نازل عندكم كان نازل بنك واحد وبنك غلط قديم رجعنا هو في ب... فعليا في بنكان شعب جديد للالف غير الشعب الموجود تبع الفوركس وهو شباب ايقاعات الشعب البنكين هول أستاذ زياد سليمان هو اللي عملهم مثل ما خبرناكم نحن اللي صرنا عم نعمله أه، هلا بسمعك ابو وليد حبيبي تكرم عينك هلا بسمعك أه، اللي نحن عم نعمله انه كل بلد له لون اوكي أه، المصري له لون مصري لازم واحد مصري يركبه هيك عم نعمل مش هيك عم نغير مثلا الشعب السوري في عنا زياد سليمان هو كمان ركبهم أه، لبنان نحن اكيد طبعا ميوزك جير وبنروح على كذا بلد ان كان خليج في عندنا كمان هاني ضميره ويعني في عندنا وعم نجرب نط... نظهر لبرا اكثر على الاشوره و... والمغربة والمغربي شوي شوي ان شاء الله لقدام ادي حبيبي ايه في صوت البيانو اللي حاطه باول باول بانك اسمه جراند هيدا لانه معمول فول فول كيبورد ايه بدك تشيل سينك ستار ستوب حبيبي لما يدور الايقاع او بدك تسيفه سبليت أه سيني كيبورد اوكي ما بعرف اوكي شو صار مش الان سنتين ما شفنا جديد من ايقاعات كيف حبيبي اخر ابديت شو اعطيت انا؟ اعطيت مصري واعطيت مغربي واعطيت شعبي واعطينا مودرن لبناني وبعد عنا شغله بدنا نعملها اللي هي قصه نزل الايقاعات والاصوات لحتى نعمله مثل البي اي 1000 اوكي اللي كان عم يصير معكم شباب أه، بليز وقت لكم system update completed please turn turn the instrument off اللي عم بيصير أن انتم عم تطفوا الكيبورد عم ترجعوا تكبسوا intro 1 وتقلعوا الاورج هيدا شيء لا مش هيك اوكي بغلط ما بتكون تكبس انترو بتقلعوا الاورج عادي بتقلعوا الاورج عادي وهو بيعمل ريستورينج اوكي لاحظتوا؟ هلا هيدي الشغله اجمالا بتاخذ شيء شي 10 شي دقائق آية تقريبا سمعهم شي للشباب لانه ابو وليد بده يسمع او كم واحد بيسمع سمعهم بيسمع سمعون شي لايف ترى بشي كذا يلا بقول الكاميرا. لانه هون هلا عندنا تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة اللي هي اوكي هلا رح نبرم عند الاستاذ جورج ونسمعكم شوي سوري على الصوت لانه يمكن يكون في صدى او شيء هلا بتقولوا لي انتم